صباح الخيرات، وفياكم نور فرج في رسالة اليوم. شاهد الصورة، شاهد نفسك مكان هذه السيدة، شاهد نفسك وأنت على المرجوحة تتمرجح على المرجوحة. ما هي مشاعرك؟ ما هي أفكارك؟ ما هي طاقتك؟ شاهد نفسك تتمرجح بهاي المشاعر الحلوة، بهاي المشاعر الجميلة، الطاقة الحلوة. نعم، أنت تستحق هذه المشاعر. رسالة اليوم تبلغك أنك كنت شخص جيد جدا، ساعدت نفسك، ساعدت الآخرين بطريقتك الخاصة، فأنت اليوم تستحق مكافأة. كافئ نفسك اليوم ولو حتى بجلسة حلوة، جلسة تأمل، جلسة مرجوحة، تشتري نفسك هدية، أي شيء. المهم كافئ نفسك اليوم أنك تشتري لك فد شيء حلو، أو يعني تقضي وقت ممتع بطريقتك الخاصة لأنك تستحق. وصباحكم خير وبركة، وكانت ياكم نور فرج، ورابط حسابي في الانستغرام تحت هذا الفيديو.